صباح الخير. صيدلية المنزل، رح نحضر اليوم صيدلية المنزل اللي هي مهمة كتير لكل أفراد العائلة وكل أفراد الأسرة لمواجهة أي إصابات تحدث مع أفراد الأسرة. رح نقولكم كيف ننشئ صيدلية المنزل وكيف مراعاة أهم المواصفات لنعمل أحسن صيدلية موجودة بالمنزل. خليكم معنا لنعرف ما هي محتويات صيدلية المنزل. عنا اليوم الأغراض اللي يجب توفرها بصيدلية المنزل. في عنا أدوية وفي عنا الأشياء المش أدوية، يعني ما فيها أي كيميكلز. أول إشي رح نحكي عنه أدوية السخونة اللي هي الأسيت أمينوفين أو الموجودة بالاسم التجاري أدول أو بانادول. للأطفال عنا جرعات مختلفة، عينات مختلفة. عنا الأدول السائل أو تحاميل مضادات للسخونة، فهاي يمكن استعمالها مع الأطفال بعد استشارة الطبيب عند حدوث الحرارة، تساعد على تخفيض الحرارة والتقليل من الأوجاع والألام المصاحبة لأي مرض ممكن يكون. عنا كمان من أدوية الحرارة واللي بتساعد كمان على تخفيف الورم أو الالتهابات البروفن، موجود كمان بالصيدليات بجرعات مختلفة. كمان يجب أنه نسأل الدكتور بعد استشارة الطبيب نستعمل البروفن مع الأطفال. هلأ في حالة عنا سخونة مع الأطفال لازم ننوع بالأدوية، يعني مرة نعطي أسيت أمينوفين أو أدول والمرة اللي بعدها بروفن، فكل 4 ساعات نعطي دواء. هلأ كمان عنا مجموعة أدوية الرشح أو الأحة أو الحساسية بشكل عام، عنا إياهم موجودين بأكثر من نوع بالصيدليات، أكثر من تركيبة وأكثر من دوز. كمان في عنا أدوية الأحة زي بروسبان، أدوية المزيلة للإحتقان، في الأدوية المضادة للحساسية اللي هي بتكون أنتي هيستامين، معروفة بهذا الاسم أنتي هيستامين، وفي الأدوية اللي بتساعد على الأحة إنها تطلع اللي بنسميها إكسبكتورنتس، بتساعد إنه الأحة تطلع. فعنا مجموعات كتير من هاي الأدوية بس يجب توفرها بصيدلية المنزل في حال الطفل عانى من احتقان أو رشح أو أحة، يكون الدواء متوفر بأسرع وقت ممكن. كمان مع الأدوية تبعت الأحة والرشح والاحتقان في عنا المزيلة للاحتقان بس اللي بتكون مي وملح أو معمولة من مية البحر، فهاي بتكون بخاخ بتساعد الأطفال اللي عندهم احتقان إنه ننظف لهم المنخار، فهيك منقلل من الاحتقان ممكن يزيد من أعراض المرض. كمان عنا كريمات محتوية على أنتيبايتك أو مضاد حيوي زي الفيسيدين أو بانيوسين. هلأ في عنا كريم بيكون فيه مضاد حيوي أو باودر على شكل باودر بيكون فيه مضاد حيوي، نستعمل هدول الكريمات أو الباودر للجروح. إذا الطفل صار عنده جرح أو أي حدا كبير صار عنده جرح، بعد تنظيف الجرح بالمي أو المي والصابون منحط الكريم الأنتيبايتك أو فيه مضاد حيوي، فهو بيساعد على تقليل المضاعفات اللي ممكن تصير للجروح زي الالتهابات. كمان عنا كريمات مضادة للهستامين زي فانستيل كريم موجود بالصيدليات أو أنتي هستامين كريم أو جل، نستعملها بالأرصات لما يكون في عنا أرصات ناموس أو أرصات حشرات، لسعات من النحل، ممكن نستعمل هاي الكريمات الأنتي هستامين، بتساعد على تقليل الحكة عند الأطفال وتخفيف الورم اللي ممكن ينتج عن الأرصات. هلأ كمان بالنسبة لأدوية المعدة أو الأشياء اللي بتصير يعني إسعافات أولية للمعدة، الأطفال كتير بصير عندهم مغص، حتى الصغار البيبيز بصير عندهم مغص من الغازز اللي أو الغازات اللي ممكن تصير بالمعدة، فعنا أشياء زي إنفاكول أو كيدياباست، ريستروبينال أو سبازموفام، موتيليوم للمراجعة، بس كلها هاي بتنعطى للأطفال بعد استشارة الطبيب وبتنعطى بالجرعة اللازمة للأطفال. هلأ هاي بالنسبة للأدوية اللي يمكن أنه تتواجد بصيدلية المنزل في حال عنا أطفال بالمنزل. إذا في عنا
ناس كبار عندهم أي أمراض مزمنة مثل الضغط، السكري أو حتى حساسيات معينة أو ربو، لازم يكون أدويتهم كمان موجودة بهاي الصيدلية بالجرعات الكافية لهم والكميات الكافية. هلأ غير عن الأدوية، في عنا أشياء لازم تكون بالصيدلية بتساعدنا لنعمل الإسعافات الأولية لازم نعملها بسرعة لحتى نساعد المريض يتخلص من الأعراض المصاحبة للإصابة. فأول إشي من هاي الأشياء اللي لازم تكون موجودة الكفوف أو الكلوفز، لحتى لما بدنا نسعف المريض نحرص على نظافة المكان ونظافة الشخص المسعف للمريض. كمان في عنا الضمادات واللزق المصاحب بيجي مع الضمادات والإبر اللي بتمسك الضمادات، قطن، في عنا بلاستر أو البانديج، نستعملهم كلهم لنغطي الجروح الكبيرة وكمان نغطي مرات الحروق، وعنا كمان هاي البلاستر لنغطي الجروح الصغيرة. لما نغطي جرح منقول إنه الجرح صار نظيف، ما عم بيجي عليه أي أوساخ من الهواء أو من برا. بالإضافة لهذا لازم يكون في عنا ميزان حرارة بكل بيت فيه أطفال، ففي ميزان حرارة مختلفة، في عنا الميزان اللي من الدان بنقدر ناخد الحرارة، أو عنا الميزان الشرجي اللي هو أكتر واحد دقيق بنستعمله مع الأطفال. ففي موازين كتير موجودة بالصيدليات. هلأ مع الميزان بدنا فازلين، عشان إذا بدنا ناخد الحرارة من الفتحة الشرجية عند الأطفال إنه الفازلين بيساعد للميزان يدخل، وحتى الفازلين كمان بيساعد لما بدنا نعطي التحميلة للأطفال إنه منحط على تحميلة فازلين. عنا كمان مقص بيساعد إنه نقص الضمادات اللي عنا إياها. كمان لأنه الأطفال بوقعوا كتير بصير عندهم صدمات وكدمات كتير، منلاقي كتير وجههم وإيديهم دايماً هيك مورمة، فكتير بدنا ثلج، لازم يكون عنا في ثلج بكل بيت فيه أطفال. فعنا هاي هي باودر، بتكون عبارة عن حبيبات بس نضغطها بهاي الطريقة بتصير زي كأنها مادة باردة، فبتعمل زي كأنها ثلج. كتير مفيدة أنا لقيتها إنه تكون بكل بيت فيه أطفال، خصوصي لما بدنا نطلع برا برحلات إنه تكون موجودة معنا. فهاي بتقلل التورم إذا صار في كدمات أو ضربات. هلأ في كمان هاي زي كيس صغير بنحط فيه تلج أو مي سخنة، فبدنا التلج إذا في عنا كدمات أو وقع الطفل وبدنا دغري إشي بارد عليه، وهي بتساعد إنه ملمسها شوي طري زي كأنه قماشة، فالطفل بيكون مرتاح إذا منحط له إياها. وبنقدر نحط فيها مي سخنة أو نستعيد عنها بالقربة. القربة كمان لازم تكون موجودة بكل بيت فيه أطفال لأنه كتير منيحة للمغص، إذا منحط فيها مي سخنة ومنحطها على بطن الطفل للمغص، حتى هاي بنقدر نحط فيها مي سخنة وتساعد الأطفال بالمغص. كمان في عنا كحول طبي أو المطهرات الطبية، وعنا اليود الطبي. اليود نستعمله بالجروح الكبيرة لنغطي الجروح ونمنع الهواء أنه يجي على الجرح أو يتوسخ الجرح. كمان في عنا كالامين لوشن أو اللوشن اللي بيكون معمول من بيكنج سودا مع مي، عملناه بحلقات سابقة على رؤية إنه حطينا بيكنج سودا أو بايكربونات الصودا، بنستعملها بالأكل وبالكيك، بنحط معها شوية مي وبتيجي على القرصات النحلات أو الحشرات أو الناموس أكتر، إنه بتقلل من تورم القرصة وبتخفف من الحكة كمان. وآخر إشي عنا كريم فيه ألوفيرا، حكينا بحلقة من حلقات رؤية سابقة عن الحروق، الإسعافات الأولية بالحروق، وحكينا إنه الألوفيرا هو هلأ أكتر إشي عم بيستعمل للإسعافات الأولية بالحروق، بنستعمله بالدرجات الأولى والثانية وحتى الحروق اللي ناتجة عن حروق الشمس. فهاي هي كل الأشياء اللي يجب توفرها بصيدلية المنزل. وهلأ رح نعطيكم بعض النصائح للحفاظ على صيدلية المنزل ونقدر نعمل صيدلية المنزل مناسبة للجميع. أول إشي صيدلية المنزل لازم تكون في إحدى زوايا المنزل بمكان مرتفع بعيد عن الأطفال، إنه ما يوصلوا الأطفال لإلها. لازم تكون في مكان بارد وجاف ومظلم، ما يجي عليها أشعة الضوء، لأنه في كتير أدوية بتتأثر بأشعة الضوء.
يفضل كمان انها تكون واسعه عشان توسع كل الادويه، ما يجوا الادويه فوق بعض واذا وقعت انينه تكسر وهيك اشياء. كمان يفضل تصنيف الادويه مع الاشاره لها بعلامه، مثلا ادويه الرشح مع بعض، ادويه المغص مع بعض. ويفضل انه يكون مسؤول عن هاي الصيدليه يا الاب او الام او شخص متعلم بالعيله، بس ما تكون مثلا الشغاله هي المسؤوله عن الادويه، فلازم شخص متعلم او الام او الاب تكون عارفه ايش هاي الادويه وقديش لازم تعطي ابنها او الطفل او اي حدا من افراد العيله. كمان كتير مهم انه يجب مراعاة مدة صلاحية لكل دواء بهاي الصيدلية، فمثلا بننصح المسؤول عن هاي الصيدلية انه كل 3 اشهر او كل 6 اشهر يجرب يشوف كل الادوية اذا هي صالحة او مش صالحة، والمش صالحة او خلصت مدتها تنكب وينجاب غيرها، ينحط محلها بالصيدلية. هلا فيك عنا أدوية ممكن تنفتح وبتخلص مدة صلاحيتها بعد ما تنفتح، حتى لو كان مكتوب عليها إنه بتضلها سنة أو سنتين، مثل الأطراس مثلا تنفتح وبتضل أسبوع أو أسبوعين بعدين خلص لازم تنكب، أو الأنتيبايوتيك أو المضاد الحيوي لما ينفتح وينعطى كل الجرعات خلص ما بصير نرجع نستعمله مرة تانية، أولا بتخلص مدته، ثانيا المضاد الحيوي لازم يتاخد كله مع بعض، الجرعة كلها تخلص، الأنينة كلها تخلص. كمان كتير مهم إنه بصيدلية المنزل مثلا على الباب تبع الصيدلية يكون في ورقة مكتوب عليها رقم هواتف الطوارئ أو رقم الدكتور أو رقم أي حدا ممكن يساعد بحالة الإصابات أو الإسعافات الأولية. كمان مننصح إنه بالمطبخ إذا كانت الصيدلية بالمطبخ أو ما كانت يكون موجود طفاية جنب الصيدلية، لأنه كتير عنا بيصير حوادث حريق بالمطبخ بالطبخ مع الأطفال، فكتير مهم يكون في طفاية بالمطبخ بتساعدنا إذا صار في حريق بالمطبخ إنه نطفي الحريق بسرعة. ومننصحكم إنه تبدوا تجهزوا صيدلية منزلكم من هلا وما تأجلوها، لأنه إذا عم نأجلها عم نأجل الأمان بالعائلة والأسرة. ونتمنى السلامة للجميع ولكل أفراد الأسرة.